إذن متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، التحية تتجدد من أرضيات هذا الميدان، ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وينطلق بحفظ من الله وتوفيق شوط الختام، وختامها مسك بإذن الله. ينطلق هذا الشوط حاملا في طياته وكشوفاته الأبكار المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق. وهذا الشوط حمل تحديات الأبكار المهجنات الأصايل، وهو الشوط الثالث عشر وشوط الختام. إذا نسير مع المقدمة والصدارة والمركز الأولى. هناك مع المركز الأول وديان محمد بن سيف بن ماجد المزروعي على مقدمة هذا الشوط والمركز الأول، بينما المركز الثاني هناك عسير وصلت على المرتبة الثانية وتقدمت بشعار حمد بن ضعية بن حمد بن غدير الواصلة على المركز الثاني، بينما نقلتنا إلى ثالث المراكز من وصل على المرتبة الثالثة وتقدم في هذه اللحظات الجميلة ويقدم لنا هذا الأداء الرائع والجميل. هناك وصلت بداية على المرتبة الثالثة في هذه اللحظات السيف بن عبيد بن سالم بالهلي الواصل على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع رابع المراكز هقاوي حمود بن راشد بن حمود السهلي الواصل على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك الشاهنية سعيد بن حمد بن سبعين المحرمي الواصل على المركز الخامس، بينما سادس المراكز هناك التحرك من سلطان بن سليمان بن ناصر الشامسي، والمركز السابع مع منحاف عبد الله بن خلفان بن مخيت المزروعي، وثامن المراكز فأرى الانطلاق الجميل مع وديان المتحركة بشعار محمد بن سيف بن مايد المزروعي من وصلت بهذا الأداء الجميل. ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى الشعارات المتقدمة على رأس حربة هذا التحدي الجميل. ومع هذا الانطلاق الرائع والممتاز، المركز الأول هناك مع عسير التي تحمل رقم واحد وتسير على المركز الأول حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير، بينما المركز الثاني مع شواهين عبيد بن محمد العصري الخيلي وصل على المرتبة الثانية وتقدم من ذو البداية على المركز الأول لياتي بهذا المركز الجميل وهذا المركز الممتاز وهذا المركز المستهدف على صدارة هذا الشوط. شواهين عبيد بن محمد العصري الخيلي متصدرا على المركز الأول، بينما المركز الثاني عسير على ثاني المراكز حمد بن ضعية بن حمد بن غدير الاكتبي تتحرك على المرتبة الثانية وتتقدم بالأداء الجميل وهذا الأداء الرائع والممتاز. والنقلة التالية إلى المركز الثالث من وصل في هذه اللحظات هي المتحركة بهذا الانطلاق الجميل مع بداية سيف بن عبيد بن سالم بالهلي الواصل على المركز الثالث، بينما رابع المراكز مع هقاوي حمود بن راشد بن حمود السلي الواصل على رابع المراكز. ونقلتنا التالية إلى المركز الخامس من وصل على خامس المراكز في هذه اللحظات، هناك الوصول الجميل هنا مع انطلاقة الشاهنية سعيد بن حمد بن سبعين المحرمي والوصول على سادس المراكز بن سلطة سلطان بن سليمان بن ناصر الشامسي يتحرك أيضا ضمن الأسماء المتحركة والواصلة. هناك مع هذا الانطلاق الرائع والجميل بدأت الأسماء بالتدخل وتدخلت هناك من حاف عبد الله بن خلفان بن مخيت المزروعي والوصول مع الشايبة سهيل بن مسلم بن غنزول العامري يتحرك في هذه اللحظات، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى صدارة هذا الشوط، إلى انطلاقة شواحين اللي ما زالت على المركز الأول،
ما زالت على الصدارة الأولى تقدم لنا هذا الشعار، شعار عبيد بن محمد العصري. الخيالي متصدرة حتى هذه اللحظات، متقدمة حتى هذا الانطلاق لتاتي مع المركز الأول، متفردة على الصدارة الأولى، متقدمة على المركز الأول بهذا الأداء الجميل. هي شواهين، مجموعة من الشواهين طائرة بالمركز الأول، بينما المركز الثاني هناك مع هقاوي، هقاوي لحمود بن راشد بن حمود السلي الواصل على المركز الثاني. أما ثالث المراكز فهي بداية سيف بن عبيد بن سالم بالهلي، رابع المراكز عسير لحمد بن ضعيف بن غدير الاكتبي. هذه الأربعة المراكز الأولى المتصدرة حتى هذه اللحظات والمتقدمة حتى هذا التحدي على المراكز الأربعة الأولى، بينما النقلة إلى خامس المراكز هي الشاهنية سعيد بن حمد بن سبعين المحرمي، والمركز السادس مع سلطان بن سليمان بن ناصر الشامسي تحرك على المركز السادس في هذه اللحظات، بينما سابع المراكز منحاف عبد الله بن خلفان المزروعي، وثامن المراكز تتحرك فيه هناك مع انطلاقة الشايب السهيل بن مسلم بن غزول العامري، والوصول الجميل مع ثامن المراكز انطلاقة وديان محمد بن سيف بن ماجد المزروعي يتحرك على المركز التاسع، بينما المركز العاشر وصلت بالأداء مع مهابة جمعة بن محمد بن جبر المهيري يتحرك بشعار المتحدي على عاشر المراكز. ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا التحدي الجميل مع شوط الختام، شوط الختام وختامها مسك بإذن الله، مع هذه الشعارات، مع هذه الانطلاقات الجميلة. بدأت هناك شواهين طائرة في سماء الوثبة، محلقة في سماء الإبداع، آتية بهذا الشعار الجميل على المرتبة الأولى وعلى المدرج رقم واحد مع عبيد بن محمد العصري الخيلي الذي ما زال متمسكا بالصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول. ولكن بدأ الهجوم، بدأت هقاوي في هذه اللحظات، حمود بن راشد بن حمود السهلي الواصل على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث هناك الشاهنية سعيد بن حمد بن سبعين المحرمي يتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع من وصل رابعا وتقدمت هناك بداية مع المركز الرابع في هذه اللحظات السيف بن عبيد بن سالم بن حلي. ولكن من الواصلين، من المتحركين، من المتقدمين، ولكن لا بد من العودة، لا بد من العودة إلى الشواهين التي راحت بالمركز الأول وقدمت هذا العرض الجميل في المنطقة المستهدفة. هي المركز الأول وهي المنطقة الأولى على صدارة هذا الشوط. بدينا بالمنعطف الأخير. يا متابعين، يا مراقبين، يا مسايرين، طارت شواهين، الله 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 على هذا الأداء الجميل، على هذا الأداء التلقائي الرائع والممتاز مع شواهين المملوكة لعبيد بن محمد العصري الخيلي. تحركت بداية أتت بداية في هذه اللحظات السيف بن عبيد بن سالم بالحلي الواصلة بالأداء والمتقدمة على المركز الثاني في هذه اللحظات الرائعة والجميلة. أما ثالث المراكز الشاهنية سعيد بن حمد بن سبعين المحرمي، تحركت هقاوي في هذه اللحظات وتقدمت هقاوي لحمود بن راشد بن حمود السهلي المتحرك بالآمال، المتحرك بالطموح.
يروح مع شوط الختام. والشواهين اللي على المركز الأول، شواهين الطائرة على صدارة هذا الشوط، متقدمة بالأمال، راحت مع المركز الأول بدون أي أوامر، منطلقة على صدارة هذا الشوط. الله الله الله، صدرت الأوامر وراحت شواهين، انطلقت شواهين، باعدت بالمركز الأول. الله يا مالك شواهين. عبيد بن محمد بالعصري الخيلي ينطلق على صدارة هذا الشوط، ينطلق بالمركز الأول هناك مع صدارة هذا التحدي الجميل. انطلقت شواهين، راحت شواهين، انفردت، وختامها مسك، ختامها مسك عبيد بن محمد العصري الخيالي. هنا توصل الى الحزام الاخضر والى المقصورة الرئيسية، معلنة هذا الانتصار والفوز الجميل الى مالك شواهين عبيد بن محمد بالعصري الخيالي. تهانينا وان موس على هذا الانتصار الجميل. بينما المركز الثاني هناك من حاب عبد الله بن خلفان بن مخيف المزروعي، ثالث المراكز وصلت بداية سيف بن عبيد بن سالم بن هلي، رابع المراكز هقاوي حمود بن راشد بن حمود السري، خامس المراكز وصلت الشاهنية سعيد بن حمد بن سبعين المحرمي. إذا متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل، انقضى شوط الختام وختامها مسك بإذن الله. شاهدنا هذا الشوط الجميل والرائع، وكانت شواهين هي الفائزة بناموس هذا الشوط المملوكة لعبيد بن محمد العصري الخيلي. ها هي كما تشاهدونها عبر قناة ياس الرياضية، والتوقيت الزمني 13 دقيقة 5 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار الجميل. بينما وصلت على المركز الثاني هناك من انطلقت بالمركز الثاني، هناك مع انطلاقه من حاف عبد الله بن خلفان بن خيث المزروعي، توقيت الزمن 13 دقيقه 9 ثواني 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا على هذا الفوز والانتصار الجميل. وصلت على المركز الثالث بالتوقيت الزمن 13 دقيقه 11 ثانيه 3 اجزاء من الثانيه. كانت هناك بدايه سيف بن عبيد بن سالم بالحلي من رافق انطلاقه بدايه وانطلقت بالمركز الثالث. تهانينا والناموس